أهلا بيكم في حلقة جديدة من استوديو الحياة. الوسط الفني معروف بالغيرة بين الفنانين سواء على المستوى الفني أو حتى على المستوى الشخصي، وبسببها بيفضلوا على خلاف العمر كله. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن غيرة من نوع مختلف، لأنها كانت بين اتنين من العيار التقيل لكل واحد فيهم رصيد هائل في السينما والدراما والمسرح ومدرسة خاصة في الأداء والإبداع. هما الزعيم عادل إمام والإمبراطور أحمد زكي، جمع بينهم عمل فني واحد هو مدرسة المشاغبين، ومن بعدها شهدت علاقتهم غيرة فنية استمرت لحوالي 50 سنة. ووضح الناقد الفني طارق الشناوي تفاصيل الخلاف من بدايته، وقال إن كل المشاركين في المسرحية كانوا بيتعمدوا سخرية من أحمد زكي وبيستفزوا بتصرفاتهم وهو كان سريع الغضب، ومن ضمنهم عادل إمام اللي تطور الخلاف بينهم مع مرور الوقت، لأن كان كل واحد فيهم عنده ميزة تانية عايز ياخدها منه. فمثلا عادل إمام عايز ياخد من أحمد زكي إنه يكون نجم الأداء والإبداع الأول، وأحمد زكي عايز ياخد من عادل إمام إنه يكون نجم الإيرادات الأول. واستشهد الشناوي بحكاية قالها له النجم صلاح السعداني، وهو إن الزعيم لمح له بموهبة أحمد زكي وقال له شوف نظرته عاملة إزاي، ده ممثل عبقري. وبالفعل كلنا لاحظنا إن الزعيم عادة بيشير في حواراته لموهبة أحمد زكي، لكن بين حديثه عنه بكلام ضده، زي موقف إعادة عرض مسرحية مدرسة المشاغبين للجمهور، فقال الكل وافق على الدور ما عدا أحمد زكي اللي تعالى عليه فجابه بداله محمود الجندي. وواقعة أخرى اتكلم عنها المخرج الراحل محمد خان، وهو إنه عرض في البداية فيلم الحريف على أحمد زكي وطلب منه مواصفات معينة في الشكل، ومنها إن يكون شعره طويل، لكنه اتفاجئ بأن أحمد زكي حلق شعره بطريقة مختلفة فغضب جدا وعرض الدور على عادل إمام ووافق عليه. والمفاجأة الكبيرة اللي ما يعرفهاش معظم الجمهور هو إن فيلم البواب اللي يعتبر محطة مهمة في مشوار النجم أحمد زكي تم عرضه في البداية على عادل إمام ووافق عليه، وبالفعل قام بتصوير بعض المشاهد منه، لكن حصل خلاف بينه وبين شركة الإنتاج واعتذر عن العمل، وعرض الدور على أحمد زكي ووافق عليه، وبالفعل حقق العمل نجاح كبير لدرجة إنه أصبح واحد من أهم أفلامه. أما فيلم الإرهاب اللي تحمس أحمد زكي كتير لبطولته، اتصدم لما شاف الجرائد إن عادل إمام قام بتوقيع عقد بطولة الفيلم بدون إخبار أي جهة، والأمر ده كان صدمة كبيرة للنجم الأسمر وقتها. لكن حكاية الكاتب وحيد حامد كانت حكاية من نوع آخر، بتدل على مدى الاحترام المتبادل اللي كان بين النجمين. وقتها عرض وحيد حامد على عادل إمام سيناريو فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة سنة 1998 وأعجب بيه، والمفاجأة إنه اعتذر عن الدور بحجة إنه مش شايف نفسه في الشخصية. فطلب منه حامد إنه يرشح له شخص غيره، فجاوبه بدون تفكير وقال له أحمد زكي هيعمل الدور ده حلو جدا. وفعلا عرض الدور على أحمد زكي ووافق عليه، وكان موقف رائع بكل المقاييس. واستمرت الغيرة الفنية بين اتنين من أعظم نجوم السينما المصرية في إطار كل احترام لوقت رحيل الفنان أحمد زكي. بكده أكون عرضت لكم معظم تفاصيل الخلاف، أتمنى يكون الفيديو عجبكم. استنوني في حلقة جديدة من استوديو الحياة.